كي باش يكون ماتش عنده أهمية كبيرة بين زوج فرق عندها من الخبرة الأفريقية ما يكفي. إن شاء الله نكونوا حاضرين يوم النهائي نهار السبت، وإن شاء الله نكونوا بيان كونسونتري باش نحاولوا نعرفوا كيفاش نجريو ماتشوينا في الألي وفي الرجور. إن شاء الله يكون الحظ من نصيب الترجي، وإن شاء الله يكون الفوز بالتيتر إن شاء الله من نصيب الترجي. ياسين، بالتأكيد مواجهة من العيار ثقيل تجمع بين فريقين كبيرين بطل القارة الأفريقية النادي الأهلي، وأيضا فريق الترجي التونسي اللي حقق نتائج أكثر من رائعة خلال الفترة الأخيرة وحقق الفوز غالبا على صن داونز. كيف ترى هذه المواجهة الصعبة على كلا الفريقين؟ أكيد بتكون مواجهة صعبة بين زوج فريقين كبار. النهائي هذايا ما بين الاهلي وما بين الترجي شكون 50% للترجي 50% للاهلي. ان شاء الله احنا كملاعبيه وعارفين العزم ان شاء الله باش نحاولوا نفتكوا الانتصار في تونس، وباش نحاولوا نعملوا نجريو ماتشوينا ان شاء الله غادي. ان شاء الله باذن الله تكون معناتها اللقب هذايا من نصيب الترجي ومن نصيب جماهير الترجي. ياسين، ماتش نتاع تركيز وماتش نتاع جمهور زاده ودرس. اكيد ماتش نتاع برشا تركيز وبرشا اونفي. بيان سور جمهورنا باش يدز معانا كيما عودنا من الدقيقه الاولى للدقيقه الاخرى. كيما قلت لك هذا ماتش عنده اهميه كبيره كيف ماتش صن داونز. ان شاء الله نكونوا حاضرين في التيران، وباذن الله ان شاء الله نروحوا فرحانين ان شاء الله. محمد امين بن حميده، نجم نادي الترجي، بالتاكيد مواجهه صعبه بتجمع فريقين كبيرين النادي الاهلي مع نادي الترجي، بالتاكيد اول مواجهه او اول نهائي لمحمد امين بن حميده، شايف المواجهه تكون عامله ازاي؟ صحيح، اول نهائي ليا شخصيا في كاس رابطه الابطال الافريقيه، مش كان انا يعني معظم اللاعبين. ان شاء الله باش نكونوا حاضرين كما يلزم، زوز فرق يعني معروفين في القاره الافريقيه بالتتويجات وبالتقاليد نتاعهم الافريقيه. مباراه مش باش تكون سهله، والميدان هو باش يكون فيصل ان شاء الله. بعض لاعبي الترجي بياخذوا النهائي لاول مره، شايف المواجهه بتكون صعبه عليهم؟ والله تكور في فريق كيما الترجي يعني باش تكون حاضر ذهنيا وجسديا وفنيا. احنا نحاولوا نكونوا حاضرين كما يلزم، ما نتصورش كان باش تصعب. التركيز هو اهم شيء، وكما قلت لك الميدان باش يكون فايصل ان شاء الله. امين، ماتش طلب اكسبيرونس كبيره سيرتو قبل دوزيام شابيتر في القاهره هوني، حتى نحكي على الجانب الذهني قبل كل شيء. صحيح، الجانب الذهني باش يكون عنده دور كبير يعني في المباراة هذه، لكن الاكسبيريونس موجودة. عندنا جروب يعني مختلط بين الاكسبيريونس والجونيس، ان شاء الله نوفقوا بينات هذوما الزوز ونعرفوا اللي علينا باش نعملوه. ان شاء الله مباراة الذهاب باش تكون عندنا موتيفاسيون كبيره ليه، جمهورنا يكون معنا ان شاء الله فرحوا كما يلزم، لكن هذا ما يمنعش اللي فما شوط ثاني باش يتلعب. كما قلت لك الميدان هو باش يصير فيه الجزئيات اللي لازم تصير، ان شاء الله نحن نكونوا حاضرين كما يلزم ونفرحوا جمهورنا ان شاء الله. الشوط الاول في تونس، الشوط الثاني في القاهره، شايف حظوظ الفريقين هتكون عامله ازاي؟ مباراة نهائي يعني ما فيش حظوظ كما قلت لك، 50-50 زوز فرق معروفين في القاره، يعني اللي باش يربح صح عليه. امين، تكون موجود في الجهه اليسار اللي هي تعتبر جهه من احسن الجهات يمكن عند الاهلي فيها بيرسيتا وجناح محمد هاني قاري، حاجه هي معناها خاصه على المستوى الذهني ولا؟ اكيد الجهاز الفني نتاعنا ماهوش يخلينا ناقصين شيء باش ندرسوا الفريق كما يلزم. بخيتو هو فريق كامل مش فرديات، يعني فما سيركوي بريفرونسيال، فما نقاط ضعف ونقاط قوه، احنا باش نحاولوا ندرسهم كما يلزم ونكونوا مركزين كما يلزم لجورجي ان شاء الله.